الغزالة ديالي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو مساء التفاؤل والطاقه الايجابيه. الوغ الغزاله ديالي ها اليوم بدات الخطوه ديال الفراش، ولا عقلتو هادو سي ديكوفريلي لي كنت خديت من عند جالاكسي هوم. غتلقاوهم عند نبيلة ان كابريستيج في المحل ديالها جالاكسي هوم، هو خاها وحتى هي عندها لي ميم برودوي ديال خاها منزلين تما في الشوسيت غون عند نبيلة ان كابريستيج. صراحه لا كاليتي ما عندي ما نقول لكم، غنوريكم من بعد. وحتى الثمن فيها 9 ديال بياسات البنات، فيها 4 ديال المخاد حاسبيين، لا 2 حاسبيين، 2 بويوت مطروزين، وجوج بحال هكذا بهذا الثوب هذا، نسيت شنو كيقولوا له. المهم عرفتوا هذا الثوب نسيت، ومعروف عندنا حنا في المغرب وكيعملوا به حتى لي غيدو. هذا زوين الصراحه، لا كاليتي ديالهم كتحمق فيهم ديك لي تيم غريك بحال هيدا. هنا انا ناقصني شويه لي زاكسيسوار في الزرق، كنت كنتسنى حتى ناخذ لي زاكسيسوار في الزرق عاد نطلقهم، الساعه ما دركنيش الوقت ونسيت الصراحه، نسيت كومبليتوم. فعملتهم بلا اكسسوار زرق، نتوما عملوا مخيط سور تاي وعملوا لي زاكسيسوار باللون ديالهم. عرفتوا كيحمقوا، فيها كوفرولي وفيها لا اوس دو كويت وفيها جوج مخيط سامبل وفيها جوج مخايد مطروزين بغودغي وفيها جوج مخايد بلو ميم تيسو ديال لو درادولي. انا هنايا كيف ما لاحظتوا كنعمل ديما واحد بوتي بلاد ولا واحد بطيتنيه باش كنبغي نحافظ على البونج ديالي ولا على الماطله ديالي، مره كنقلبها هكذا تبقى لي الماطله مزيانه وتبقى لي البونج ديالي مزيانه. هنا كنوريكم الطريقه الايديال باش تعدلوا لو درادولي. بيان سور الا بغيتو زيدوا الجباده فوق هادو، انا حيت كلشي كان جديد ما بغيتش نعمل الجباده عندي قدامين، قلت خلي غير هذا غير لو درادولي بحال هكذا، ومن بعد كندخلو مزيان وكيبقى شابر. دابا نتوما الا بغيتو هاد الطريقه وزيدو فوق منا ديك الاوس دو ماتلا اللي كيكون بالجباده، الاوس دو ماتلا اللي كيكون بالجباده باش يفيكسيها ليكم وباش يحافظ ليكم نيت على الماتلا ديالكم. ومره دوزو عليها اسبيراتور صغير والبيكربونات دو سود غير شويه رشوها باش تبقى الماتلا ديالكم محافظه. وبالنسبه للعطور ديال البيت باش كنعطر البيت، كنطلق ديك لو ديفيزور اللي كتجيب لي الاخراني، كان جابتو لي احلام الهام، سينو كنختم لراسي اولا سينو كنطلق شويه ديال البخور في البيت وكتبقى لي الريحه زوينه، ولا شي بارفان اللي كنتم مستغنيين عليه. انا الباك اللي عندي فيه الخطوات ديال الفراش كنطلق عليه البارفان باش هو مجدود كيطلق لي الريحه ديال البارفان في لي دغا. شي بارفان ما عجبكمش كاملين عندنا، واش شي بارفان كنكون مستغنيين عليه ولا ما عجبناش. اي فوالا الغزاله ديالي، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. انا محن نسينا مولات العين، من صابني عوام عوام في البنات العمر محن.
هنا البنات 6:30 ديال الصباح، اختكم كاو عاد كتقات ليكم، خصني نبدل الديكو. ما كدبش لكم الدنيا كتكار، فصلي الصراحه باش ما نقول لكمش كتقولوا لي امي كيفاش كتوفقي بين العمل وبين الدار وبين، ما كدبش عليكم كتكرفص لي الدار كتكرفص لي الدنيا، حيت ما نقدرش نعمل كل شيء، كنعمل غير الاولويات هنا، حيت الغطاوات كانوا مسخن خاصهم يتبدلوا، وكنعمل غير اللي قدرت عليه، ما بقاتش داك التاويل ديال شحال هادي وداك اللي نتوما عارفين، حيت كنعطي الوقت للخدمه ديالي، والخدمه ديالي مهمه كتجيب لي الفلوس باش نعيش وباش تكون عندي كاليتي ديال الحياه مزيانه. فهاد الشيء اللي نقدر نقول لكم، اما باش توفق 100% بين الدار وبين الخدمه وتكون عندك داك التاويل ديال شحال هادي، راه صعيبه البنات، زعما ماشي شي حاجه اللي فاسيل. بنادم كيحاول يعمل الاولويات ديالو، يعني يعمل اللانش بحال هكذا، نوض بكري نبدل الغطاوات، نطيب بحال هكذا في الصباح قبل ما نمشي للخدمه، ندوز لي ماشين، بيان سور البنات كيعاونوني، ولكن واخا يعاونو داكشي ما كافيش، حنا تبارك الله راه اسره كبيره وكنطيبو، تبارك الله ولادي كيبغيو الطياب وكيبغيو يوجدوا لي غاطو وكيبغيو، يعني كنعملو كنعيشو الحياه ديالنا عاديه، كنعملو بحال الناس كاملين، فديكو كتوسخ صراحه الدار وكتوسخ الدنيا كتكرفص حتى الحيوط توسخو خاصهم الصباغه، يعني كتكرفص بيان سور، من الاحسن المراه اللي تكون خدامه يكون عندها العوين. كنت مهتمين، كنت خديتها من عند جالاكسي هوم، شحال هادي غير دابا عاد طلقتها ما دركتش، كنت شوفوا كيف كتحمق، باقي خصها شي شويه ديال لي زاكسيسوار في البلو، رائعه. لو فيها التسعود ديال لي بيس، فيها 6 ديال المخد، وفيها لا اوس دو كويت، وفيها هاد لو كوفرولي، وفيها كذلك هاد لو دغادولي، كتحمق، كاليتي ديالها فنه، والثمن ديالها كومبليت 179. تبارك الله كيفاش كتجي في البيت عاطيه العين، جات رائعه، وكتكوفري كل شيء، حتى الا عندكم العيوب في الحاشيه، الدفراش عندكم فراش قديم، عندكم بزاف ديال الحوايج، تشوفوا معايا كيفاش كتكوفري كل شيء، رائعه كيف ما شفتوا معايا، شوفوا لا كاليتي ديال الثوب. الوغ هادي طويت على 3، باقي خصها شويه ديال الغوباساج هنا، شي شويه ديال الحديده، مي ما عنديش الوقت ليها، وهادي نورمالمون كيكون هذا في هاد الجهه، مي انا عكست نعاود نبدلها، غلطت فيها فخليتها بحال هكا. ثلاثة باش ملي كنرجع في العشيه كنكون حيدت عليا هاد لاطاش في الصباح، كينقص عليا الشغل، صافي. حتى هنايا حطيت العطور جديدين باش نبقى نستمشي شويه، وهنايا حطيت هاد الطابوغي اللي كنت خديت من ميزون دو موند، كنت ديتو موان 50%، ما عنديش طبيله مدوره، حطيت عليه هو الورد هنايا، فوالا هذا هو اصلا جا في لي كولور ديال لاشوم، كنت زعما مستعمله لا كوافوز، وصافي فوالا بحال هكدايا. صافي غادي نتوكل واحد النهار. كي صبحتو كنتمنى تكونوا مزيانين وصحتكم لاباس، كنتمنى لكم بدايه اسبوع موفق. عرفتوا البنات عندنا حتى البرد، هو انتي فخوا، انا خرجت نوصل هادو، شوف ماما شطا، ماما قاده حالتي شويه، يلا بديت فوالا، غادي ناخذ من دراسه بلا لافيس، تخرجوا البرد تي فخوا ماما، ويام فيك البرد حبيبه، او جونب انا عشانك سخانه في الرجيلات، تنعمل لهم اخوتي لا كليم في رجيلاتهم. اوكي ها هما لي جونب تا هما مشعولين، تي فات تشوفي ماما ديالي لا سانتور هكا عليا كونيكتي، هادو دير لنا شويه ديال لا ميوزيك قبل ما تنزلو. ويام تي فو ايكوتي كوا، شنو الموسيقى يطلع على الدم، هويا بلان دينيرجي، اوني لاندي اوكي، عرفتي في صحابك تو علي على ليكول فوغ تي كاماراد دو كلاس، كناكل بسكوي سون سكر، هويا علي 1 2 انرجي 1 2 انرجي. صحيت من ديك دابا راه قصرت، نعملو لا سيست، قالت لنا تاكوس مع عطلي في عشاء النهار، شوفي هاد البلاصه مزيانه. Regarde Alia si tu sais me mettre de la musique. C'est bien, tu es en forme alors. Tu es en forme pour aller à l'école. Voilà, on démarre. Regarde maintenant à l'ouche. البنات اللي كيسولوا على عليا شمن قسم وشحال في العمر ديالها، عليا عندها 10 سنين ونص، وفي القسم الخامس ان شاء الله. العام المجي في السيزيام اذا نجحت وداز هذا العام بخير، والعمر ديالها انا قلت لكم. وبالنسبه لهيام طلعت للتحضيري هذا العام، صافي انا كيتي لا ماتيرنيل، هيام عندها باقي ما عملت 6 سنين، غتعملها في هذا الشهر هذا، و في بروميير يعني في التحضيري كيف ما كنقولوا حنا بالدارجه هنا، كيف ما شفتوا طلعوا ناضوا مدقدقين هذا النهار، كنا عملنا الطاكوس بالليل وقصرنا عندنا طاغ، وبقاو يتناو الطاكوس، فمسكوا صحفاتي كي هذا النهار هذا، مره كيكون استثناء في حال هذا،
كنحاول نعمل لهم انرجي بوزيتيف باش ما يمشيوش للكلاس ديالهم وهما ناعسين وباش يكونوا دو بون هومور ما يكونوش يطلع لهم الدم. نتقسمن بالله انكم تبوسوا وليداتكم وتبينوا لهم على الحب ديالكم كيساعدهم يدوزوا نهار مزيان. البنات البنات شوفوا معايا قبل ما نخرج للخدمه المهم بيان سور جمعت هذه البلاصه عاد صورتها لكم باقا لي الاخرى مرونه. شوفوا معايا هذا من الجديد ديال نبيله كنت خديته المره اللي فاتت والصراحه ما لقيتش لوكازيون انني نلبسو واليوم قلت لها خاصك تلبسيهم خاصك تقيسهم صراحه كيحمقوا. هادو بلازر هانتوما بلازر بلاك ميم تلقوها بغيتو بغيتو دخلوها انا جو بريفير ندخلها حيت انا جسمي صغير وبالخصوص دابا ملي طلعت من المغرب تبارك الله ضعفت واحد 8 كيلو عامله الريجيم قاسي ف فريمون الجسم ديالي ولا صغيور كنفضل انني ندخلها سينون سي ترو غون. وبالنسبه لهادو البنات من الاحسن الا كانت عندكم لا بواترين كثر مني كاع خذوا طايه كبيره. البلازر واخا يجيكم كبير هذا من الاحسن ما يجيكمش مزير لان البلازر الا مود دابا ولاو كبارين ومهرارين كتجمع ليهم غير اليدين كيجيو زوينين ما كيبينوكش ني تغليطه. هذه الطايه اللي لابسه انا واقيلا 36 نتوما خذوا الطايه اكثر مني بالخصوص تاكدوا لي من تحتاني سينون تقدروا ما تلبسوهاش مع تحتاني مي انا حمقاتني مع تحتاني عندها هاد اللعيبه بحال هكذا اللي كتشبر بحال اون كرافات ولبست على هاد الطريقه ما كانبانش مزيان كامله اختي نعمل شويه المجهود فوالا شوفوا معايا عملت معاها دي بوتين بلو هادو اللي من عندي انا من المحا ديال موبرا كيحمقوني والصاك شانيل الزرق الخضر مع الزرق وجاي اللوك يا سلام بيان سور اليوم الكولي ديالي ما بغيتش نزيرو كغاتكو خليته هو بحال هكذا سنيسلا عجبني حتى بحال هاد الطريقه هادي ولي براسلي والمكانه غير خفيفه بيان سور غادي يطلع لي بحال هكذا. شوفوا معايا شحال كلاس هانتي اختي صراحه هاد لاكلاس ما تستاهلش هذيك التماره اللي عندي وليت نضحك معاكم بيان سور اختي نضحككم انت في بلاصتنا وميغيت. شوفوا دائما انا نقول لكم انا ما طلعتش في شي عائله اللي فقيره الحمد لله عائلتي ميسوره ماشي لاباس عليهم ولكن سي دي كوميرسون يما كانت كتبيع تشري في التوف الالكتروميناجي كانوا عندنا المغازات وبا الحمد لله بيع وشريته هو كان في الترونسبور في الكاميونات وفي المواد لي غران اغريكولتور هادوك شنو سميتهم بالعربيه مواد فلاحيه يعني الزريعه وهذا كانوا ميسورين صراحه الحمد لله بو امامي ميسورين ماشي لابس عليهم ميسورين عايشين مستورين بخيرهم. فانا كنت ديما كنشوف كنحلم كنقول ديما كنشوف راسي في فيلا كبيره بورتو ما جاش من عائله لاباس عليا بزاف وديما كنشوف راسي كنسوق ما كنسوقش طوموبيل عاديه ديما عندي اون غروس فواتور وديما كنشوف بيان سور في الاول كنبداو باش ما كان مي انا هكذا كنت كنشوف راسي ما عمرني كنت كنشوف راسي انني غتكون عندي طوموبيل صغيره. انا ملي كنت صغيره كان ماما عندها ثلاثه طوموبيل باقا عقل وحده رونو اغ 21 مرسيدس 190 والاخرانيه 4x4 ميتسوبيشي كنت ديما كنقول لماما تتكوني بال4x4 تجي مور تجي ورايا المدرسه عرفت هذوك الاحلام ديال العباوي صغارين بالخصوص هذيك كانوا عندها بزاف ديال الكلاكسون كيعملوا الاصوات. فسبحان الله ديما شوفي ما تقوليش اللي رسمو دماغك هو اللي كتوصل ليه والله ما تقولي حتى دابا حنا حاليا الحمد لله مستورين وصافي حنا ماشي من الطبقات حنا من الطبقات المتوسطين ولاد الشعب ولكن سبحان الله ما عمر ربي كيكتب عليا داكشي قل من اللي كنشوف فيه انا راسي فهمتوا. حتى الا عقلتوا المره الاخرى فاش مشى لي الموتور ديال الرانش كانت عندي الطوموبيل قبل هذه كانت ساويه قل من هذه وانا ماشي من النوع اللي كنشري طوموبيلات غاليه حيت كنقول الطوموبيل غاليه ماشي طبقات بحالنا لان تضيع الفلوس ماشي استثمار الطوموبيل كتشريها بثمن غدا كطيح لا قيمتها فهمتوا. وكان باقي لي يومين نفتح المحل وما عنديش البنات البيجي اللي ناخذ به طوموبيل المهم ماشي انا اللي شريتها بوحدي هذه مي داك الساعه ما كانش عندي البيجي وكنت كنقلب على وحده غير كنت كنقول غير ايتوليتير بحال داك بارتنيرو ونهز فيها سلعه ونعمل على اسم الشركه ونعمل فيها ميزون داليا وكانوا كيقولوا لصحابي اللي كيقراو معايا قلت لكم الغزالات كنت كنقول غير هذيك بارتنير غير مهم في الاول كنت كنقول غير 6000 من بعد كنقول نوصل حتى 20000 اورو ناخذ غير كونغو ولا بارتنير ولا المهم بحال هكذا ايتوليتير نوز فيها سلعه حيت اوبليجي كنخصني الطوموبيل نجيب سلعه. وانا وصحابي كيقولوا لي في الاول صاحبتي كانت وحده عيطت وحده تقرا معايا كانت عيطت للعائله ديالها كيبيعوا شي في الطوموبيل تشري المهم يقولوا لي صحابي ودابا تيلي مي بالطالون والماكياج وهاد لاكلاس كامله عتبقى تطلعي في ديك الكونغو ديك بارتنير كي خديري لها هذه. وانا نقول ايوا باص هذيك تشريها خاصها تكون عندي سلعه المهم كنتردد مع راسي والمشكله ما عنديش الوقت تخيل باقي لي يومين نفتح المحل مشى لي الموتور الطوموبيل عندي كانت بلي ما كان كنت صورت معكم كلشي مشيت نعمل الضفر جيت ناليمي كتسمع مشى الموتور بقات كاع في الباركينغ مسيبه فيا ربي يا ربي وسبحان الله
وفي الاخر وانا نقول لا ما نقدرش نسوق هذا النوع ديال الطوموبيلات، هذا مستحيل. هذه المهم الانسان ملي كي هو كيشوف راسو انه يستاهل، وخاصك تشوف راسك انك يستاهل باش ديك الهضره شكون سحب لك انت شكون انا، انا وانا وانا دائما نقول في راسي انا وانا وانا. وديك الساعه جاب ربي جاب الله التيسير في وحده احسن من اللي كانت عندي، ما كانتش كاع في الاحلام ديالي في ذاك الوقت، بخصوص انا يلاه نفتح المحل. هذا الشيء علاش دابا انا كنقول اختي مع راسي هاد لاكلاس كامل وما شضربت مالها. راه كنضحك معكم ديما، شوفوا راسكم طالعين الفوق. وبيان سور بيان سور ملي ما كيكون عندنا والو كنبداو من الصفر، واخا نخدموا على جوج اورو الساعه حيت ما عندنا والو بقاو والو، كنبداو باللي كاين، ولكن كنقولوا هذه ماشي هي بلاصتي، انا بلاصتي على من داكشي، وكنخدموا من داكشي اللي بغينا له. بارك عليكم اختي الفلسفه. تطلقت من بعد نهار وكملت خدمتي، كنعمل واحد المونتاج بحال شد المحل هانتوما، والناس قالوا لي هادي في انستغرام عجبكم الطبالي وعجبكم هاد لي فوتوي. الوغ هاد الطبالي كنت خديتهم من عند نزار مبل مغالي ان شاء البنات مغالي، انتم عارفين انا ديما كنبقى في الثمن مويه، ما كنمشيش الرخه بزاف وما كنشيش بالغلا. ولي فوتوي حتى هما من عند نزار مبل، هادو كوكياج كيحمقوا. بالنسبه للزربيه كنت خديتها من غيو دو برافو، شريتها بشي 110، ولكن بانوا في بلايص اخرين رخاص من هيدا. انتم شوفوا معايا، شوفوا معايا لاف هادو كيفاش عامله. شوفوا اخوتي حيد لي بوط ديالي حاشاكم، ولابسه الصبيبه حتى عيط. هادو زوينين البنات، هادو خدمت بيهم انا اليوم مع الكسوه في الكحل والبيض، جاوني كيحمق وبيعتهم غير حين لابساهم. تخيلوا معايا كيدخلوا البنات من افريقيا دو سود وعجبوهم وبيعتهم، تبارك الله بعت فيهم اليوم تقريبا بيوت التلاوية لي طاي، بقاو لي غير 37 و38 واقيلا، هادشي اللي بقاو لي. وبيعتهم اليوم غير بهاد الطريقه هادي حيت كيحمقوا. شوفوا بحال الديب ديال جينفينشي هادو، يلاه جبتهم تبارك الله تقريبا تلاولية كامل. المهم البنات كملت نهاري، قديت شغالي في الصباح وجيت في العشية للمحل ديالي وخدمت الخدمة ديالي، لابسة هاد الكسيوة اللي كتحمق في البياض والكحل، وعملت معها هاديك لي بوتين اللي شتو. هادو عندي فيهم بحال هكذا كيجيو، عندي فيهم بياض والكحل فوالا، وعندي فيهم كذلك الكاكي كيجيو شوية قصارين فوق الركيبات شويش. شنو بغيتو لكم؟ بغيتو الحجامة شي بلاصة في كنعمل الحجامة. شوفوا الحجامة بالدم وبلادم كتعملها راشا نوتريسيون باي كريبش، هي ولات شي خدامه، ولات خدامه فواحد السونتر مع النصارى بعيد، دونك شدات السونتر ديالها. باغ كونطخ الناس اللي كيجيو من عندي ولا لي كليون ديالها كتاخدهم. الا كنتو مهتمين بالحجامه غادي نحط لكم، انا براسي غادي نمشي نعملها لان مزيانه بزاف ومفيده، وماشي اي واحد يقدر يعمل الحجامه حيت كاين الناس ما قاريينش كيحيدوا الدم بزاف. الا حيدوا الدم بزاف بنادم كيحس بالصخفه كيهبط ليه الحديد. رشا قاريه بزاف وعارفه شنو هي الخدمه ديالها، وكتعرف لي بوين اسيبلي، وحتى الناس اللي كيعانيوا من القولون العصبي كداويهم. هي ما بقاتش كتبغي تعمل لاكوبونكتور هذيك العلاج بالابر الصينيه لان مابقاش عندها الوقت، ولكن الا كان شي واحد محتاج بزاف والحاله ديالو مسكين يرتلاها وكيتعذب فهي كتبغي تاخذ فيه الاجر. دونك الا كنتو مهتمين كتبوها لي في التعاليق، نخلي لكم الرقم ديال رشا. وحتى بالنسبه للحجامه راه على ضمانتي كتعرف خدمتها، وما عاد تسخفوا ما حتى شي حاجه، بالعكس غتشوفوا راسكم تحسنتوا، ماشي بحال اللي كنهضر معكم انا دابا سخفانه في الاخر. الخدمه عندي لي كولي مزيان، وعندي واحد لي كولي هذا كان عندي في الطوموبيل باركينغ. اوكي كان عندي الطوموبيل خاصني نروح اليوم غنصاوبو، دونك انا جات بحال هادي فيها لا سيرفيس تحمق تحمقني انا هاد لا شوميز. خديت وحده غير ما بغيتش نلبسها في الحانوت حيت بيضه، الا طاشات ليا وانا في الخدمه غادي غنخسر هذا وساع بالخسر، خليتها غير للمناسبات. عندي واحد الترانش حتى هو كيحمق، هادو غيمشيو للياج. وعندي هاد السروال الجين هذا الفروعي بحال اللي طليتوني به لابساه جورجينا، انا جبتو لكم العام اللي فات الحباب. دونك دابا ان شاء الله غادي نجمعوا لا كوموند ديال الصديقه ديالنا، تلبسوا بالنا وشكرا لهم على لي كوموند ديالهم البنات. غادي نجمعوا ليها ونشوف بعد نحط الطاغو عليه حيت عندي جوج معدلين، وجوج كانوا عندي هاد لي زارتيك في الطوموبيل داكشي علاش. اوكي ان شاء الله يجيوها زوينين ونفرح بهم. هذا ونجمعو لو طراش تاع هو الطوموبيل ديال الله ثلاث صفقه نقيه، بغيت نعمرها بالكواغط. اوكي اهي فوق صفرن سوبر، هذا تو جوست ما جاش قدو جيبي حيت الطوموبيل تغسلات وغيغوت معايا الا توسخات عي في النهار. غادي نرجع كلشي للتاك
فوالا هذا سي حنان، حنان دوليش متوجي به بحال هكذا في ميزون داليا والانستغرام ديالنا ولي كوردوني. ميرسي بور فوتر كوموند، توجور بليزير انك تحلي وتلقى ان بوتي مو دو رميرسيمون. فابور المحبة راها فابور، الانسان يكون لسانو عسل ويكون مزيان مع الناس، و بيان سور ما يكونش ترو جونتي ترو كون. اللي تجرأ عليا كنردو لديه لبلاصتو، ولكن الله كيبغي الطيبين تبقى فينا الانسانيه ديالنا. اما الناس خايبين هذا بيان سور، الحياه دائما من نهار خرجت الدنيا فيها الخايب وفيها المزيان. كيفاش كتبغي راسك يعاملوك الناس، عامل حتى انت الناس. غير بحال اللي كنقول لكم ديما، الاسلام ليس دين دول دين. اللي تجرأ عليا كنرجعو لبلاصتو، ولكن الاحسن الانسان يكون طيب ويكون نيتو زوينه وعلى نيتكم ترزقوا. ما تنساوش الا بغيتو ربي يسهل عليكم وتمشيو في حياتكم ويحل لكم المشاكل، بيان سور كتقيو الله في راسكم بعدا وفي العباد ديالو. سمحي لي اختي حنان اليوم على هاد الباكاجين راهو غير في الطوموبيل. المهم هو يوصل لك الامانه ديالك على خير. وبيان سور فاش كنعمل لي كولي كنقطع بلاسيورونس باش الا ضاع شي كولي كيرومبورسيوني، لان العام اللي فات ضعت لي كولي وخلصتو من جيبي. صراحة طلع عليا الدم حيت ضربت تمارة على والو وزدت عليها خسرت. فهاد العام فكرت نزيد شوية الفلوس، ماشي بزاف، كنخلص 5 أورو دلاسيرونس زايدة على حساب الثمن ديال الكولي، ماشي بزاف. الله انجليزي ولا كارت ديالنا هنايا، وبسم الله هذا حنان صافي. والآخرين راهما معدلين تاهما صافي. الغزالات حطيت لي كولي ديالي، لقيت أن السكن عندهم مخسر، دونك خاصني الدار ونسرد لوباغ ادغيس مايل لي كوردوني كاملين. الله يعمر هذا المغربي ديالنا اللي كان اليوم في لا ليبغي، الله يحفظهم ربي ومخلق. وصراحه كاملين حتى اللي ماشي مغاربه تما كيكونوا الله يعمر لهم الدار، عندهم طوب انسانيه. مسكين كيقول لي ديما دخلي لواحد لابيس تما خويا وقدي امورك على خاطر. والغزاله ديالي غنشد معكم الفيديو هنايا ونقول لكم كيف ما ديما، من جد وجد ومن زرع حصد، حتى شي حاجه ما عندنا بلا حتى شي حاجه. وهكذا كيكونوا النهوره ديالنا وهكذا كندوزوا الحياه ديالنا وحنا ماشيين. المهم واخا كتكون عندنا لا فاتيك فيزيك، كيكون عندنا لا بي مونتال، اننا حنا اللي كنقرروا شنو بغينا في حياتنا. حتى شي واحد ما كيتجرأ علينا على حياتنا ولا يدخل فينا ولا يسيرنا هو كيف ما بغاو. وكذلك كنكونوا مرتاحين في هاد التمارين اللي كنعملوا الا كنا كنحبوها. تبقاو لي على خير. اليوم عملت معكم بزاف ديال الفلسفه، البنات كيعجبهم بزاف ملي كنهضر معاهم. هنا عندي اتاي اختي، شوفوا معايا عندي اتاي، عندي اتاي مع الشب، ما عرفتش كيبان لكم، عندي اتاي بالزهار وداك الاحشاب، اتاي مع الشب كيحمق. تفحولي على خير والى فيديو مقبل. باي باي.